احنا سعادتنا بتكمن ان هذه المؤسسه الوطنيه ليس فقط هي خطوط ناقله، بل هي واحده من المؤسسات القوميه التي تتجلى من خلال اهداف عليا لا تقل عن اهداف المؤسسات القوميه كما هي الجامعات او غيرها. ولذلك تاتي هذه الشراكه التي نحسب انها شراكه ذكيه في اطار التعاون المشترك في تقديم الخدمات اللي يمكن ان تكون مكان حوجه كبير جدا لاهلنا في مختلف الولايات وخاصه في ولايه غربي دارفور. وكلنا يعلم هذه الشركه الوطنيه الكبيره وادوارها الخدميه والاجتماعيه والتنمويه. ولذلك نحن فخورون في هذا اليوم السعيد وحضوركم ان نوخر مذكره لعمل مشترك وتعاون في قضايا كثيره جدا يمكن ان نجملها من خلال سردنا لبنود هذه المذكره. بشرياتنا انه من خلال هذا العمل المشترك والتعاون الذي سوف ينطلق في مقبل الايام تكون هنالك مكاسب كبيره جدا، ابتداء لهذه المؤسسه الجامعه لمنسوبيها فيما يتعلق بالرحلات والسفر من والى، وهنالك اعتبار خاص من حيث التخفيض بالنسبه للرسوم لابناء الطلاب، وده في حد ذاته كان مقصد كبير جدا. احنا نعلم الاوضاع الاقتصاديه وهويه الطالب الجامعي، وبالتالي توفير تخصيص تخفيض مخصص لطلاب جامعه الجنينه عبر الناقل الوطني الخطوط الجويه السودانيه له الاثر الطيب. احنا بالنسبه لنا هذا تقدير لشهور هام جدا، احنا بنشكرهم على هذه الاستجابه. نحن بس جينا نكمل